أزبل واحد فيهم سايب. فاكر لما كان عامل حبيبي وصاحبي ولازقلي في كل حتة؟ أول ما دخلت أنت السجن الوشوش كلها قلبت. كله من تحت راس سامي. هو اللي قوى قلبهم. ورق الضد اللي كنت ماسكه عليهم. معهولهم وقبض. الفنادق والشركات بقت بتاعت أمينة وعماد رسمي. أنا فكرت إن حد فيهم هو اللي سرق ورق التحويلات. بس لو حد فيهم كان معاه 700 مليون دولار كان قاعد هنا. وبعدين محدش فيهم يعرف حكايه الورق ده اصلا. ومحدش كمان يعرف حوار غسيل الفلوس ده غيرك انت يا حاج. قصدك يا رحيم؟ يا عم ما قصديش حاجه. الله مالك بقيت حساس قوي كده ليه؟ ازيك يا حلمي؟ عامل ايه يا رحيم؟ تمام. ده مين الولية دي؟ أنا شكلي شفتها قبل كده. بس في بيتك مش فاكرها؟ مين؟ دي سعاد إتيكيت. يا راجل! مش تسيبك كواكب؟ أيوه. يا نهار أسود. ومالها بقت عاملة كده ليه؟ الزمن بقى داس عليها. ده فرامها. فاكر لما كنا هنتجنن عشان نكلمها؟ وانت لفيت من ورايا وكتبت لها جواب ورميته في البلكونه فاكر؟ يوميها اتنفضت حته نفضه لما جوزها راح اشتكى لابوها. والله هو احنا ازاي ما كناش واخدين بالنا انها متجوزه؟ احنا ما كناش بنفكر في اي حاجه غير ان احنا نعمل اللي بصدقنا وبس. على رايك. طب فاكر الواد حماده المسحراتي؟ اللي حطينا من الصواريخ في البنطلون من ورا. الواد من ساعتها ماشي موارب كده. احنا كنا مجانين يا حلم. يا خبر اسود. اعلان سيمينار دكتور جراي عامل 100,000 فيو في 3 ايام. كم واحد حجز؟ لا العدد كبير لدرجه اننا ممكن نكرر نفس السيمينار لمده اسبوع يوميا. حياتي. عماد في حاجه؟ ايه ده مالك اتخضتي كده ليه؟ هو انا ما ينفعش اعمل مفاجاه لخطيبتي؟ لا مش متعوده. ازيك يا لميا؟ الحمد لله يا مستر عماد. هتعوزي مني حاجه؟ لا اعمل لي التفاعل عليك. اوكي عن اذنكم. وحشتيني عماد. احنا في المكتب ده عز الطلب. طب اقعد. زيارتك المفاجاه دي اكيد في وراها حاجه. حاجه؟ تتقولي حاجات مش حاجة. حلو قوي. ايه رأيك نعمل فرحنا الأسبوع اللي جاي؟ الأسبوع اللي جاي؟ ليه السرعة دي؟ أنا مش شايف أي مبرر يخلينا نأجل فرحنا. الكتاب اللي كنت عاملاه حجتك الطبع وطبعت بعديه كتابين كمان والدكتوراه واخدتيها. إيه بقى؟ عماد أنا ما بحبش كل حاجة تتعمل بسرعة كده. لازم حاجة تاخد وقتها. وقتها ده يجي امتى؟ انت ناس اللي بيحصل ولا ايه؟ عملت ايه في اللي بيتصل بيا؟ انت مركزة قوي كده ليه في الموضوع ده؟ واحد بيتصل يعاكس وخلاص. في نفس وقت خروج رحيم؟ اديني ميعاد. ايه؟ ميعاد؟ انا قلت الاسبوع اللي جاي. اختاري انت الميعاد اللي يعجبك ومش هناقشك فيه، بس نلتزم بيه. عشان كل اللي بتقوليه ده كلام فاضي. اللي بيعكسك هيفضل يعكسك سواء متجوزة أو مش متجوزة. وخروج رحيم من السجن أو رجوع السجن تاني مش هيأثر في حاجة في جوازنا. مستني ردك. بقولك إيه؟ انا هخرج من الجروب ده عشان مش ناقصه زفت وجع دماغ. يعني هو يدخل امبارح وانت هتخرجي النهارده هيفهم وش ان انت خرجتي بسببه. ما يتنايل يفهم اللي يفهمه يا دينا. وبعدين يا ريت كلكم تعملوا زي عشان يحل عن سمانه كلنا. يا بنتي انت ليه مفتريه كده؟ الواد هيتجنن عليكي. وعلى فكره مز جدا بقى. مشكلتك ايه؟ قرف عيل ملزق. ها هتعملي ايه؟ تخرجي من جروب؟ ها اخر كلام. ايوه يا بنتي بقى بجد راجعي نفسك. ريم ريم هاي ازاي؟ هاي انا زياد ابن اخت رحيم السيوفي. هاي يا زياد عامل ايه؟ كله تمام. طب انت الحبكه لسه عندنا امبارح بجد؟ والله انت معانا هنا في الجامعه؟ بنتي انا معاكوا هنا من زمان جدا بس بصراحه ما كنتش باجي اسلم. ما كنتش بتيجي تسلم ليه؟ يعني ما كنتش عارف هاجي اقول ايه.
فجاي تسلم دلوقتي عشان خالك عندنا وفي مصلحة ها؟ لا والله الحكاية مش كده خالص. انت لسه هتحكي لي حكاية؟ انا اسف، انت وراكي حاجة؟ يا ابني بهزر في ايه؟ اوكي انا بس كنت عايز اجي ازور خالي عندكم في الجمالية. قصدك في بيت جدي القديم. بقولك ايه؟ واحنا في الجامعة؟ تنسى حوار بقى الجمالية ده خالص. بيت جدي القديم. ها؟ يلا زين، شكلك متأخر. عندك سكشن؟ يلا. يلا عشان متأخرش. باي باي. مجنونة؟ الحمد لله على السلامة يا عظمته. هو ده الشارع. هو ده شبور. انت بتعمل ايه يا عم رحيم؟ ما تصغرناش يا عم، وكتاب الله اخش بالتاكسي في الحيطة دي وما اخدش منك مليك. قلبك ابيض يا شبورة، اوعى تعمل كده، امك محتاجالك، امسك. طب وربنا ما انا واخد، الله. اصل انت مش عارف عم رحيم ده بالنسبة لي ايه؟ ده عظمته ده هو اللي جايب التاكسي ده لابويا الله يرحمه. ده امي كل يوم تدعي لك دعاء وانا بديها اراضي التاكسي، كل يوم. ده ملاحق مكتفي ده من خيره. وده برضه من خيره. خلاص يا رحيم بقى، الراجل كتر خيره. رجولة يا شبورة. أم ست طيبة أوي على فكرة. سلم لي عليها، قول لها إن أنا هاجي أزورها قريب. يوصل يا عظمته، أنا هستناك بقى عشان لما تخلص أرجعك. لا لا لا، اتكل أنت على الله، اجري على رزقك، وأنا لو احتاجتك هكلمك. ماشي، اللي تشوفه يا عظمته. فاكر آخر مرة جينا فيها هنا؟ طبعًا فاكر. عرنوب الحلو. بس انت جزيت عليه جزة جامدة قوي يوميها. ده كان ناقص يوطي يبوس رجلك عشان ما تكسرلوش بضاعته. لو كان موجود دلوقتي كان خلصنا المصلحة دي. ايه ما ردتش ليه؟ دي حنان، فكك منها. خلينا احنا بس في الحوار اللي احنا جايين له. يلا يلا يلا. اسمع، رحيم لسه داخل الشارع قدامي، محدش يهجم عليه غير لما تقفلوا عليه المنطقه يمين وشمال، ها؟ وتاخدوا الاشاره مني. تمام. احمد باشا، صباح الفل. خالد ايه؟ ده رئيس ملف التحريات بتاع العيال اللي زارت رحيم اول ليله. اتفضل. خالد باشا، يعني العيال ما بتسيبش البيت خالص؟ يا راجل، شغل مباحث غير الامن الوطني، ركز شويه. يا رئيس، هو مكتوب ان التقرير نفسه بيقول ان العيال طلعت، نزلت شقه رحيم وطلعت شقه في المعادي وما نزلوش من ساعتها. ما انا فاهم التقرير، انت بتلخصه يعني؟ العيال دي استغفلتكم وضحكت عليكم، دخلت من مكان وخرجت من مكان تاني خالص. ركز عشان خاطري، العيال دي مش سهله ولازم اعرف هم راحوا فين. اتفضل. الله عليك. فاهم. مباحث غير الامن الوطني. ماشي يا باشا؟ ماشي يا رئيس. اتفضل. يا خميس، ايه مفيش جديد؟ لو في جديد قول لي اول باول. يا عم انت بتهزر، انا على اعصابي. ماشي يا ابو الرجاله. ماشي. طبعا انت ولا حاسس باي حاجه، ولا حاسس بالنار المولعه في قلبي دي. سلامه قلبك يا حبيبتي. سيد، انا ما بهزرش، انا عمري ما شفت من رحيم اي حاجه وحشه، وانت كمان ما شفتش منه غير كل خير. انا مش عارفه انا عملت فيه كده ليه، مش عارفه مش عارفه. مش خلصنا كلام في الموضوع ده يا بنت الناس؟ صدقيني يا رحاب، انا بعمل كده لمصلحته. رحيم لازم يرجع السجن. على فكره بقى، لو فضل بره كتير هيتقتل. يا بنت، اللي بيكره رحيم في الارض اكتر من شعر راسه.
وهو دلوقتي مكسور الجناح، ده كده أأمن له. طب أنت ليه مش عايز تفهمني؟ أنت عايز تدخله السجن ليه؟ ما تفهمني. ما أنا قلت لك يا رحاب، قلت لك هندخله السجن ليه؟ أنت قصدك هندخله إزاي؟ صدقيني بقى، اللي بيرتب هو اللي بينفذ، أنا معرفش حاجة. مش قادرة، مش قادرة ولا فاهمة أي حاجة، حاسة بشكة في قلبي يا سيد، حاسة بشكة في قلبي. ادعي له. ادعي له يا رحاب ربنا يبعده عننا، قصدي طمنا عليه، طمنا عليه. حبيبي يا اخويا، حبيبي. حبيبي يا رحيم. الكاميرا مظبوطة تمام؟ مش حابب تغير الزاوية مكانها النور تمام؟ شكرا. مظبوط عندك البروجيكتور؟ من فضلك مش عايزة أي لخبطة، أرجوك. شكرا. الكراسي بسرعة من فضلك. شكرا شكرا. عدد القنوات اللي احنا طالبينهم ناقص. ما تقلقيش، أكيد في السكة. لامية كلميهم قناة قناة، قولي لهم ان احنا دافعين لهم فلوس ومفروض يكونوا هنا من بدري. دي مش خدمة احنا طالبينها منهم، ده شغل. اوكي حالا حالا. فين مهندس الصوت؟ ثانية واحدة ثانية واحدة. صباح الخير أمينة. مفاجأة صح؟ بقولك ايه يا عم شبح؟ قوم رفيق، في واحدة ساكنة هنا اسمها بسمة. قصدك البت بسمة بنت ام بسمة؟ هي فهمت. هو انت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من اجل ان انت ضيف بلدنا انت والباشا وتضيف بلدنا سلطان، انا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فوكك من ام بسمة دي خالص، ومعايا ليك اصطفى حاجه كده، انما ايه مقولهاش. ده تخلص يالا وتقول البيت فين. خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدى على نفسك كده. ترى حرق قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقيه في وشك. انا استنى هنا، اصلا انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام عليكم. بسمة موجودة؟ ادفعوا عليه وعلى الأشكال اللي من طنطو. انتوا مدبقنا ولا ايه؟ مفيش وراكو غيرنا. دهية تاخدكو، مجاش من وراكو الا الوكسة إلهي تتوكسو. اتكل على الله اللي خرم لك وشك. طب قلبك أبيض، هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي، ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعة، مفيش حاجة تشيري. بت يا بسمة، واحد عايز. أنا كنت معدية من هنا بالصدفة، ولما عرفت إنك بتدي الكورس ده قلت طب والله فكرة أحضره، أصلي بحب قوي حكاوي التنمية البشرية دي. اللايف كوتشنج صح؟ تشرفي، بس ابقي احجزي الأول مع لامي عشان لو جيت تلاقي مكان. وهو أنا محتاجة حجز برضو يا داليا؟ ده أنا قلت العشرة اللي ما بيننا هتخليكي تقولي لي أجي أي وقت من غير حجز. عشان لو جيت وما لقيتيش مكان ما تزعليش. بس تمام. أنت عرفتي إن رحيم خرج؟ اتقابلتوا؟ انتي مش جاية صدفة بقى. ما انا حتى لو حلفتلك مش هتصدقين. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. انا اكدت على كل القنوات يا دكتورة، كلهم جايين، اطمني. اوكي. شكلك كده مشغولة قوي. طيب يا حبيبتي اجيلك وقت تاني، بس بقي خليني اشوفك يا داليا لحسن، انتي وحشاني قوي. ده لو وقتك يسمح طبعا. Thank you.
انت كويسه؟ اؤمر. انت بسمه؟ طب اقعدي. امتى اخر مره شفتي فيها هشام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ما كنتش يعني اعرف ان اخو هشام شغال في المباحث. مباحث؟ يا لهوي! ياما لما ترموا ودنك بينضفيها. انا بتاريه. نقي كلامك يا بت، دي التاتي متلبشه. اكتمي بقى. اخر مره شفتي فيها جوزك امتى؟ من كتير يا عينيا. ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش زي اللي قبلك. هو في حد جه قبلي وسأل عليه؟ إلهي تتهري مصارينهم. من يجي أسبوع. مين؟ شوف أنت بقى لما حد يجي بيتك عايز يضربك، هيبقى عندك وقت تتساير معاه وتسأله اسمك إيه؟ وانت بتشتغلي ايه بالظبط؟ موديلز في التلفزيون. يعني اخوك متجوز البت اديله سنه وزياده ما شفناكش يعني، ولما يغطس تقب زي القضا المستعجل وتيجي تسال عليه. هو الشبح كان مخفي فين؟ كنت في السجن. رد سجون يعني؟ يعني من الاخر كده ما تعرفوش عنه حاجه. ولا عايز اعرف. اخوك ده يا حبيبي ما بيعملش حاجه في حياته غير يلبسني المصايب ويطلع هو، حتى اخيرا مصيبه الواد ابنه ما هنش عليه حتى يعمل له شهاده ميلاد. ابنه؟ ماشي ماشي ماشي. سلام. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحيم! لما رحت طعمت الواد حتى. رحيم! قول على رحيم يا رحمن يا رحيم. جايين عشان انا. خليكم زي ما انتم، مش هيحصل لكم اي حاجه. يا ابني مالوش ذنب. وحياه هشام اخوك والنبي. والنبي ربنا يخليك يا ابني مالوش ذنب. Thank you.
احنا لحقنا نقعد مع بعض علشان كل شويه تبص في ساعتك كده؟ لا لا ابدا يا حبيبتي، اصل الولاد عند مامتك وانا خايف يعني يرفوها وكده. واحنا خارجين علشان نتكلم عن الولاد ومشاكلهم، احنا خارجين نقعد مع بعض، ولا انت بقى عايز تحسسني بالذنب علشان تسيبني؟ هو انا بسيبك عشان مراتي الثانيه؟ انا بسيبك عشان شغلي. ما تردش حبيبتي. ما ينفعش ما ينفعش. ايوه خليك مكانك ما تتحركش، انا جاي لك حالا. هو ايه اللي جاي حالا؟ خدي بقى تاكسي وروحي المنطقه كمان. معلش في مشكله في الشغل يا حبيبتي لازم احلها. بحبك. In my past life as a soccer coach, once you win a national championship, everybody wants to come play for you. Really not true. Once you pay them $25,000 a year in scholarships, everybody wants to come play for you. And parents would always come to me and they'd say, okay, my son, my daughter wants to come play at your university. What is it that we have to do? Hello? What are you looking for? مبروك الندوة يا دكتورة داليا. حاجة عالمية الصراحة وتشرف. كان نفسي تكمل على خير بس يلا بقى مفيش نصيب. اهربي دلوقتي وبسرعة. يلا. خير يا حضرة الضابط، في ايه؟ الو. ايوه يا سيدي. دكتورة داليا؟ مالها؟ مخدرات؟ كنت فين من الصبح يا هانم؟ جرى ايه مالك؟ في ايه؟ يعني مش عارفة في ايه؟ خميس ما كلمنيش من الصبح، أنا مش عارف تأخر ليه؟ مش مهم يتأخر، المهم يخلص. يخلص؟ يا خوفي، يا خوفي يا أمينة. ما تخافش يا حبيبي. رحيم لو عرف ان احنا ورا الحوار ده هيبعتنا رحلة للآخرة. رحيم ما بقاش زي زمان يا سيد. السجن هدو. هدو؟ اشتري مني. رحيم راجع ينتقم من الكل. ده حتى نظرة عينيه قوية زي ما هي. نظرة عيني يا حبيبي. وانت ازيك عامل ايه دلوقتي؟ ان شاء الله تكون بخير. تريقي تريقي تريقي. تريقي براحتك على الاخر، بس ما ترجعيش تعيطي لما تعرف انه فرق من العيال دي وعارف ان احنا ورا اللي حصل. انت ايه على قلبك مروح؟ انت معصباني يا امينه. جرى ايه يا سيد؟ ما تهدى كده شويه يا حبيبي. حاضر. Thank you.
يعني ايه المنطقه متقفله بالعربيات ومش عارفين تخشوا؟ ما تتصرفوا، انتوا هتستعبطوا. انتهينا رحيم. شاطر بألف.